هنتعرض في المحاضره ديت للسبيشاليزد اكس راي امجنج اللي هي الاجهزه الخاصه من الاكس راي، وهو شابتر بسيط جدا وهتلاقي معظمه مقرر من شابتر ايه الاكس راي. طيب هو اسمه الاجهزه الخاصه بالاكس راي. الاكس راي في اكتر من فيرجن مخصص، زي ما اتفقنا مثلا في الام ار ار في حاجه اسمها الفانكشن ام ار اي ده مخصصه لفحص ايه الاكتف ماب بتاع البرين، ومثلا في الالترا ساوند في الدوبلر الالترا ساوند ده اللي مخصص لفحص ايه سريان الفلو بتاع البلد بتاع ايه الدم. برضك في الاكس راي في مجموعه من الفيرجن قايمه عليها نفس الفكره ليها، حتى الصيانه بتاعها شبيهه جدا بالصيانه بتاعت ايه الاكس راي. اول جهاز عندي النهارده اللي هو البيرتابل اكس راي او الموبايل من اسمه اللي هو بيتنقل. تمام، بقول this is similar in many way to conventional x-ray، هو مشابه جدا للاشعه التقليديه بتاعت ايه الاكس راي. is used to get patient who can not moved into radio graphy department، يعني هو بيمكن نقله للمريض تمام اللي ما بيقدرش او المريض اللي ما بيقدرش يتحرك يروح قسم ايه الاشعه، زي المرضى اللي موجودين في وحدة العناية المركزة او في غرفة العمليات تمام او في غرفة ايه الطوارئ. طيب it can used for general، ممكن نستخدمه في التصوير الاشعاعي العام وكمان في البطنة وطب الاطفال وفي السلك اللي هو الهياكل العظمية تصوير العظام وغيره، يعني بيؤدي الوظائف العامة بتاعت ايه الاكس راي. يبقى هو الجهاز مشابه جيه جدا، ولكن ميزته ايه اللي هو كان ممكن نستخدمه او ممكن نروح بيه للمريض اللي ما يقدرش يتحرك لقسم الاشعة، زي ما هو موجود في وحدة العناية المركزة او في غرفة العمليات او في اللي هو غرفة الطوارئ الموجودة عنده. ده شكل الجهاز اهو بيتحرك على عجل موجود زي ما انا شايف كده. بيقول this quite similar، بيعيد تاني بيقول هو فعلا هو مشابه تماما للconventional x-ray العادي، لمكنة x-ray العادي. هو بيكون بيحتوي على عربات زي ما احنا شايفين كده العجل بتاعها تمام، بيز ا كارير x-ray generator بتشيل كل x-ray generator مولد الاشعة بتاعتي، اللي هو ممكن يشتغل line power، يعني ممكن يشتغل ليه فيشة كده نشغله نحطه خط باور لاين او بالباتري باور، او بيكون ليه بطاريات ايه بتشحن زي ايه اللابتوب وايه والموبايل وغيره. طيب بيحتوي على جميع المكونات بتاعه الاكس راي زي الاكس راي تيوب والجنريتور والاكس راي ستاند والكالوريميتر والفيلم كاسيت والستورج درو ده درج للتخزين والباتري بتاعتي ووحدات ايه الشحن والشحن اللي نشحن بيه الباتري لو انا بشتغل ايه ببطاريه موجوده عندي. كما بيقول لك most units have safety feature to prevent collision during transport، معظم الوحدات بتحتوي على خصائص امان لمنع التصادم اثناء النقل، يعني العجل بيكون فيه كده زي مكبس بيقفله عشان ما يتحركش اثناء النقل، او يكون فيه حاجات واخده زي نوع من انواع الرابر عشان لو حتى اصطدمت تمتص ايه الصدمه ديت وما تاذيش الجهاز. يبقى ده اول جهاز عندي اهوت اللي هو البيرتبل اكس راي، عرفنا اللي هو وظيفته زي الاكس راي العادي ممكن نستخدمه، ولكن بيقدر يروح ل ممكن استخدمه مع المرضى اللي ما يقدروش يتحركوا او المرضى اللي موجودين في غرفه العمليات او في الطوارئ او غيرها، وفي كل المكونات بتاعه الاكس راي تمام، وممكن يشتغل باور لاين باورد بي فيشه كهرباء عادي، وممكن يشتغل ايه بالبطاريه. بيقولوا الاوبريشن بتاعه بيقول عندي بيكون في سيت اوف كالوريميتر، مجموعه من الكالوريميتر موجوده ميكس اميتد اكس راي. احنا اتفقنا ان الكالوريميتر واخدنا وظيفته من الحضره اللي فاتت اللي هو بيظبط السايز والشيب بتاع الايه الاكس راي. بيقول اميت اكس راي بيم ذا سايز از ا بارت اوف انترست ذات وي وانت تو اوبتين ان امج، يعني بيجعل اللي هو الاشعه الثانيه المنبعثه حجم الحزمه بتاعها او حجم الشعاع على بالظبط على حجم الجسم المراد تصويره او الحصول او المراد الحصول على صوره ايه على صوره ليه. طيب بيقول الموبايل سي ار، ممكن الموبايل بتاعي يكون يحتوي الديتكتور الكاميرا اللي هتصور بيه سي ار اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت اللي هي الكمبيوتر راديوجرافي،
ممكن الموبايل سي ار يونت سبتشر امج يوزنج فوسفور بليت باستخدام محور الفوسفور، وشرحنا الموضوع ده بالتفصيل. اهواي برضك ممكن يكون في دي ار اللي هو الديجيتال ايه راديوجرافي، اللي احنا بنستخدم ديجيتال ايمج كوباتشر ايه ديفايس، بنستخدم جهاز ايه ديجيتال عشان نلقط على الصوره، وده ممكن وقلنا ده بيمثل لي ميزه اللي هو بيعمل بريفيو ايميديت يعني مراجعه لحظيه تمام للصوره، بحيث واللي انا اقدر ارجعها وانا عند المريض او المريض ايه في غرفه العمليات عشان احدد القرار اللي انا اخده ايه بسهوله. الصوره بتطلع بسرعه، اقدر اعمل لها بريفيو واللي انا الريفيو بتاعها اشوفها كويسه قبل ولا فيها مشاكل ارجع اعيد ايه الصوره تاني. طيب بيقول سم اون سم يونتس، في بعض الوحدات الاكس ري اكسبوجر از باورد دايركتلي فروم لاين فولتج. الاكس ري بتاعه الجهاز ده اهوت بيحصل لها بيجي لها الكهرباء بتاعها منين؟ من لاين فولتج، من خط كهرباء عادي. وفي بعض الاحيان زي ما قلنا تشارج ممكن عن طريق بطاريات ايه قابلة ايه للشحن. طيب ايه المشاكل الموجوده هنا؟ بيقول ان هو في عندي في الاي ار وفي غرفه العمليات والعنايه المركزه وغرفه الطوارئ ار نوت اكوبايد تو شيلد بيشنت اند ميديكال ستاف فروم راديشن اكسبوجر. يعني بيكون ما بيكونش فيهم تجهيزات اللي هم يحموا المريض والميديكال ستاف والفريق الطبي اللي معاه من الراديشن اكسبوجر، من الراديشن بتاع الاكس راي. طيب فبالتالي بيرسونال احنا محتاجين بيرسونال انجينير باي بيشنت كان سو وات بروتكتد باي بروتكتيف ليد ابرون. احنا ممكن نعمل حمايه للافراد اللي هو الستاف الطبي والمرضى القريبين من خلال حاجه اسمها ليد ابرون اللي هو القميص او المرياله الواقيه من الرصاص. هي مريالة بيلبسها الفني او بيلبسها المريض او بيلبسها الدكتور اللي بيشتغل عشان تمتص لو في اي راديشن من الاكس راي تمتصه وما تسببش اي مشاكل خالص فيه على المدى البعيد نتيجه امتصاص جسمه للاكس راي. الموبايل يونتس مي بي لارج هيفي، ممكن تكون الوحدات ديت ايه كبيره جدا اند هارد تو ايه ويصعب ايه ان احنا نحركها بايه بسهوله. سو يونتس ار انفيد بلانسد اند مي مي ات تاب اوفر. ممكن كمان بعض الوحدات يكون فيها عدم اتزان يعني ايه وبتنحرف اثناء ايه تحركها اللي ممكن تبعد عن مسارها تصطدم باي ايه شيء تاني موجود. Because of the weight of the unit نتيجه نظرا لوزن هيكل الوحده ديت بيكون ممكن التيوب لوك اند سبورت ماشين مي فيل، ممكن الاقفال بتاع التيوب والحاجات ديت عشان وزنها تقيل ما تقدر تفشل في اداء وظيفتها اللي هي تثبتها في ايه مكان واحد، فخلي بالنا من النقطه ايه الموجوده دي. اتفقنا اللي في حاجه اسمها الليد ايربون اللي هو القميص الواقي او المصنوع من الرصاص، وساعات اهو اتس كولد بروتكتيف ايربون اللي هو القميص الواقي، وقلنا ده وظيفته ايه؟ وظيفته اللي هو يحمي اللي هو المريض او الطبيب او الاستاف الموجود او كلهم يعني بصفه عامه من الخطر بتاع الراديشن اللي خارج من ايه جهاز الاكس راي. اذا بروتكتيف شيلد اوف ليد اند رابر ذات مي بي ورن باي ابيشن راديو ممكن يحميه من البيشن، يحمي البيشن والفني الاشعه او كلاهما ما فيش اي مشكله اثناء التعريض من الاكس راي او اثناء التشخيص بالاشعه. يبقى القميص الرصاصي المسمى ايضا القميص الواقي هو درع واقي من الرصاص والمطاط قد يرتديه المريض او طقم او الفني بتاع الاشعه او اخصائي الاشعه او كلاهما اثناء التعرض للاشعه السينيه او الاشعه التشخيصي ايه لاي نوع موجود عندي. يبقى ده بيمثل لهم نوع من انواع ايه الحمايه. يبقى برضك هو برضك بيستخدم عشان للحمايه، الغرض منه حمايه برضك من التعرض للاجزاء الحساسه في جسم الانسان اللي بتتاثر بسرعه ب او الاجزاء اعضاء الجسم الحيويه اللي بتتاثر بسرعه بالراديشن او الايونايزنج ايه راديشن ايه الموجود عندي. يبقى كده دلوقتي اول حاجه عرفناها اللي هو الموبايل او اللي هو البيرتبل اكس راي، دي قلنا دي بتتنقل بنزقها بعجل كده، ممكن تروح للمريض في البيت، ممكن تروح له في اللي هو في وحده عنايه تتحرك له وتروح تعمل ايه الاشعه، مفيش اي مشكله. وعرفنا اللي هي مكوناتها تماما نفس المكونات مفيش اي حاجه تختلف، وعرفنا برضك وظيفه الليد ايربون اللي هو القميص الواقي من الرصاص ده وظيفته اللي هو يحمي المريض او الفني الموجود التكنيكال او الاخصائي الاشعه او اي حد موجود في الغرفه من خطر أشعة الإكس راي أو الزيادة وحماية الأعضاء اللي هو الحيوية بجسم إيه الإنسان. هنروح بقى للصيانة بتاعته. الصيانة هي هيها بالظبط زي ما
the maintenance of the portable X-ray is almost the same as the conventional X-ray with slight difference. هي شبيهة جدا بالصيانة ببعض ايه الاختلافات. الاختلافات ديت مش هتهمك اكتر ما تهم المهندس اللي بيعمل له صيانة. ان بيقول لك ان الجنريتور هنا بيبقى بايس ايزر سيلف ريكتيفايد اور فول ويف ريكتيفايد. في المولد بتاعي في حاجه اسمها التقويم مقوم ذاتيا او تقويم موجي ايه كامل، ده عشان لما يجي يعمل صيانه دي لها صيانه وديت لايه ليها ايه صيانه. بيقول كمان الانود والانود بتاع الاكس راي التيوب اند الاتش تي ترانسفورمر اللي موجوده عندي ار كونتيند اون سنجل اي هاوس. ويبقى هنا الانود والاتش تي موجودين اللي هو الهاي تنشن كابل الموجود عندي موجودين كلهم في مكان ايه في مكان واحد. طيب نفس الادوات اللي هستخدمها في الصيانه اكس راي الاينمنت تمبلت ستيب ويدج نفسك هتلاقي الكلام متكرر بالظبط اكنك بتذاكره للمره الثانيه. 24 على 30 كاسيت 2 بيس اوف ليد ريبر. ده لو رجعت الشابتر اللي فات ده من اوله هتلاقي نفس الكلام الكليننج والايروسول بتاع التشحيم وملابس ومنظفات وكله نفس ايه الامور كلها هتلاقي كله مقرر بنفس النص مفيش اي ايه تغيير. بيقول الفيجوال انسبكشن اوف كنترول بانل باور اوف هتلاقي بردك العنوان ده عندك بالظبط بنفس المكونات بنفس الكلام في الشابتر اللي فات واحنا ايه شرحنا. يبقى كل الجزء اللي ده جاي كل ده الاوبريشن بردك كنترول بانل باور اون ده شرحناه مفيش بين نص مفيش اي ايه تغيير كله تكراره. وميكانيكال اند الكتريكال باور اوف بردك ده الشرح كله مفيش اي حاجه ايه متغيره كل ده. والاكس راي هيد كالوريميتر موجود عندي ده بص مفيش اي تصريب افحص عمل مؤقت لمبه هتلاقي الكلام كله ايه ادجاست عند 100 سم هتلاقي كل اكنك بتعيد ايه الكلام تاني زي ما اتفقنا المجمع ممكن يدور في اتجاه 90 مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه بردك مفيش اي مشكله افحص اعمل الاختبار هنا واعمل الاختبار هنا كله كلام ايه مكرر. انت لو ذاكرت ده خلاص مش محتاج ان انت تذاكر الجزئيه بتاع الصيانه اللي موجوده هنا. بردك الملي امبير كالبريشن بالظبط تلاقي عنوان عندك وتلاقي فيه نفس ايه الكلام. بردك الراديشن ريبريسبيليتي اعاده انتاج الشعاع بتاع الاكس راي بنفس المواصفات مقرر مفيش مشكله. كل ده مقرر لغايه ما نروح للجهاز الثاني اللي هو ايه الماموجرافي. طيب بالنسبه للجهاز بتاع ايه اللي هو الموموجرافي احنا عارفين الموموجرام تمام ده برضك احد ابناء الاكس راي وهو بيستخدم عشان افحص ايه يا جماعه البريست مورفولوجي او التيومرز اللي موجوده في البريست. بيقول اس سكرين بروسيدور هو احد اللي هو اجراء فحص بنستخدمه بنستخدم فيه لودوس جرعه اشعاعيه ايه صغيره من الاكس راي عشان نطلع صوره للبريست مورفولوجي لطبيعه ايه الثدي تمام والانورمال اناتومي والتشريح الطبيعي ايه بتاعه. يبقى ده الوظيفه بتاعته. اولا بيتم الاكس راي الكميه المستخدمه فيه الدوس بتاعته بتبقى قليله عشان يطلع بريست ايه مورفولوجي يعني الطبيعه بتاعه السطح فيها اي مشاكل ولا لا بتاعه الثدي بتاع فيه مشكله ولا لا والنورمال ايه اناتومي. بردك وبيستخدم تو دايجنوزيس زي ما اتفقنا اللي هو البريست كانسر بيستخدم لتشخيص البريست كانسر ان ايرلي ستيج في مراحله ايه المبدئيه تو انكريز ذا بوسيبيليتي اوف ريكفر يوزنج ايه تريتمنت عشان نزود امكانيه الشفاء باستخدام ايه العلاج. طب بيتكون من ايه؟ الرسمه موجوده عندي اهو في اكس راي جنريتور اكس راي تيوب في كالوريميتر في بدل في بعض الجدافات اللي هو بتضغط على الثدي بنحط عليها الثدي. الفكره بتاعته كلها قايمه هنا على الشكل ده هتلاقي اكس راي تيوب وهنا الكالوريميتر اهوت وهنا في تحت هنا ده اللي هو الكمبريشن بدل اللي انا بضغط بيه وده اللي هو الديتكتور عباره عن سكرين فيلم فيه فوسفور فوتو ليمتر ديتكتور اهوت ده الديتكتور الجزء اللي تحت ده الديتكتور. ايه اللي بيحصل؟ انا بحط الثدي هنا تمام وبينزل الجزء اللي فوق ده بيطلع فوق كده وبيضغط على الثدي بيضغط على ايه؟ على الثدي بس الثدي بيتحط في المنطقه دهيت وبنضغط عليه كده. ايه اللي بيحصل؟ ان الاكس راي بيبعت نبضات منه على ايه؟ الثدي. النبضه دهيت بتعدي بالبريست الموجود هنا ماشي وبعد كده تروح لايه؟ للديتكتور. طب الهدف بتاعي اللي انا اضغط البريست هنا ايه؟ الهدف بتاعي اللي انا اقلل
يعني لما اضغط حاجه هقلل المسافه اللي بيمشيها الاكس راي خلال ايه الجسم، تمام؟ يعني دلوقتي لما اضغطه حجمه هيقل، طب وبالتالي الاكس راي هيمشي جوه مسافه ايه قليله، يبقى ده الهدف من ايه الضغط. يبقى الكمبريشن بادل ده بيضغط هنا، بيحط البريست هنا وهو بيضغطه، او بمعنى كده يعني زي خطافين بيقفلوا على بعض، ده بيقفل على ده لما البريست يتحط، واللي بعد كده بيقوم راح معدي ايه هنا موجود عندي. خلاص يبقى ده الفكره العامه اللي هو هيذكرها عندي دلوقتي ايه في اثناء الكلام. بيقول هنا ايه، في طبعا زي ما اتفقنا بردك من مكونات، وفي سكرين فيلم اللي احنا شفناه هنا اللي تحت ده كونسيست اوف هاي ريزوليوشن فوسفور سكرين سكرين ويز فوسفور كريستال ويز ايميت لايت اهو اكسبوزد اكس راي، ده اللي بيستقبل الضوء لما بيجي ايه بعد ما بيعدي البريست عشان يطلع لي ايه الصوره. طب البروسيدور ذات نفسها ستيب بقى، اولا بيقول لك بيتم وضع البيشنت بريست، البريست بتاع البيشنت الموجوده بنحطها بين الكمبريست عشان ايه الكتافين دول عشان نضغط عليهم بلوحين ايه متوازيين، يعني البريست بنحطه هنا وبعد كده نضغط عليه باللوح ده واللوح ده نضغط ايه عليهم مع بعض. طب بعد كده بيقول ذا ماشين ذان بروديوس سمول بريست اوف اكس راي، لما بنحطهم الاكس راي تيوب من فوق زي ما اتفقنا هيروح مطلع نبضات ايه، نبضات من الاكس راي، تمام، بتعبر عبر ايه النبضات دهيت بس ثرو ذا بريست تو ديتكتور، بعد ما بتعدي بالبريست بعد كده تروح للديتكتور الموجود ايه تحت في الاتجاه ايه على الجانب ايه الاخر. الديتكتور قد يكون فوتوغرافيك فيلم بليت يعني بطريقه عاديه، وقد يكون بيشتغل بالديجيتال، يعني ايه ديجيتال بيحول بيجيب فيه ديتكتور ترانزميت الالكتريك سيجنال للكمبيوتر وبعد كده بيحولها ديجيتال ايه ايمج، عشان كده هيظهر مصطلح في الهوموجرام والديجيتال ايه مومجرام. اللي بيستخدم الفوتوغرافيك فيلم بليت عادي ده بنسميه اللي هو المومجرام، واللي بيستخدم اللي هو الكمبيوتر او اللي بيحول في جهاز بيجيب الالكترونيك سيجنال الموجود عندي بيحولها لديجيتال ايمج ده بنسميه ديجيتال ايه مومجرام. يبقى يمكن الكشف عنه افلام فوتوغرافيه اللي هو المومجرام العادي، او كشف ينقل الاشارات الالكترونيه الى جهاز كمبيوتر لتكون صوره ايه رقميه، ده اللي احنا بنسميه اللي هو الديجيتال مومجرام. طيب this procedure are called mammogram. طيب في الفيلم بتاع المومجرام بقى التيشيو اللو دنست تيشيو اللي هي التيشيو اللي هو منخفضه الكثافه زي الدهون بتظهر كشيء مظلم، بتظهر ايه يا جماعه اصدر، والتيشيو اللي كثافتها كبيره زي الكونكتيف تيشيو اللي هو التيشيو بتاع الانسجه الضمه او التيومر بتظهر كايه كوايت، بتظهر ايه يا جماعه وايت على خلفيه ايه رماديه، بتظهر كوايت على خلفيه ايه رماديه. يبقى هنا التيشيو اللي كثافتها قليله بتظهر ايه مظلمه، واللي كثافتها كبيره زي التومر او الانسجه الضمه بتظهر ايه كمضيئه شويه على خلفيه ايه رماديه اللي هي الجري جري باك جراوند. طيب اون ستاندر مومجرام، لو انت عملت ستاندر مومجرام بقى اللي هو يعني يعني بتراعي ضميرك قوي لازم تاخد ايه، يتم بوث توب اند سلايد فيو ار تيكن فور اتش بريست، بناخد ايه منظر من اعلى ومنظر من الاعلى ومنظر جانبي لايه لكل بريست موجود عندي، وممكن كمان نعمل اكسترا فيو مناظر اخرى ليه، لو الدكتور المعالج شاكك ان هو ان هو ده شاكك بشان منطقه معينه او حاجه مريبه ليه، مش عنده شك في منطقه فعايز يتاكد، فممكن يقول لك لا مش من اعلى من الجنب فقط، لا انا عايز من اكتر ايه من فيو اكتر من اللقطه. طيب الجزء بتاع الكومبريشن هولد اللي احنا قلنا بنضغط فيه الثدي، تمام، هولد ذا بريست بليس تو مينيمايز ذا بلرنج اوف اكس راي ايمج كان يوزد باي بيشنت ايه موشن. اول حاجه من فوائد اللي انا اضغط الثدي بتاع المريض بين المكتفين الموجودين المكتف الموجود عندي او اللوحين الموجودين بضغط بيهم البريست، ده بيعمل ايه، اول حاجه ده بيقلل البلرنج بيقلل التشويه في الصوره، تمام، واللي بتنتج نتيجه حركه ايه المريض. لو انا قافل كويس او طابق عامل عمليه اطباق كويسه يبقى مش هيتحرك كويس. كمان الكمبريزر دوت ايفن ذا شيب اوف ذا بريست سو ذا كان بي ترافل ثرو شورت باس تو ايه ريتش ذا ديتكتور، قلنا الضغط على الثدي بيمكن الاشعه السينيه اللي هي تنتقل عبر مسار ايه او مسار اكثر للوصول ايه الى الكاشف، لان كل ما بضغط كل ما السايز بتاعته او الدايمنشن بتاعته ايه بتقل، فالضوء الاكس راي بيم هيمشي جوه مسافه قليله، وده از زي ما بيقول كده ذس ريزلت ريديوس ذا راديشن دوس، ده بيقلل جرعه ايه الاشعاع وبيحسن من الكواليتي بتاعه الصوره زي ما قلنا اللي هو بيقلل حركه المريض وبيقلل ايه البلرنج ايه الموجود عنده.
طيب بيقول التايب اوف بروسيدور، انواع البروسيدور الموجوده. السكريننج ماموجرام زي ما اتفقنا كلام معاد كله بقى از يوزد فور ديتكتنج، بيستخدم عشان يحدد هناك لو في اي تيومر او اي حاجه او اي تجمعات او اي ماس كوتال يعني موجوده عندي يمكن الشعور بها في منطقه ايه الثدي. برضه اتز يوزد فور ال ديتكشن، للكشف المبكر او التشخيص المبكر ويز انكريزنج ايه، وده لما بعمل تشخيص مبكر يعني هتلقى علاج بشكل مناسب في وقت مبكر، وده ممكن ايه يعني يزود ايه معدل الحياه بتاع الانسان نتيجه ارتفاع الرعايه الطبيه اللي بيتلقاها. برضه الدايجنوستيك ماموجرام از يوزد فور لام، بيستخدم عندما يشعر المريض برضك باي نوع من وجود ورم او اي شيء ممكن نعمل بيه دايجنوستيك او انستيميشن للمريض. كلها استخدامات للموموجرام ايه الموجوده عندي، بنعمل ايفيوليشن للتيومر او في اي نوع موجود عندي. طيب بالنسبه للديجيتال موموجرافي احنا اتفقنا هو زي الموموجرافي، بس الديتكتور هو اللي ايه اللي بيختلف. فهنا بستخدم هنا اللي هو بيعمل ترانزميشن للالكترونيك سيجنال وبيبعتها للكمبيوتر، والكمبيوتر بيبعتها لايه اللي هو بيحولها لديجيتال ايمج. فبيقول هو مشابه تماما للموموجرام العادي ويز اكسبنش، مع الاستثناء انه يوزز ديتكتور، بيستخدم ديتكتور ذات ريكورد ذا اكس ري باتر كونفرت ان الكترونيك سيجنال، وبعد كده بيبعتها للكمبيوتر، وبعد كده بيطلعها بشكل ايه بشكل ديجيتال وبيعرضها عندي ايه في الشكل. طب ده بيوفر ليا بعض المميزات الديجيتال موموجرام. اول حاجه زي كان ستور الصوره بتاعتي، طالما هي الكترونيه صوره ديجيتال صوره رقميه ممكن اسيفها بسهوله على الكمبيوتر واستخدمها فيما بعد ايه في الليتر استخدامها ايه لاحقا. برضو زي امج كونتراست هنا بيكون شارب، الامج بتاع الكونتراست بتاع الصوره بيكون اكثر ايه شارب اكثر حده، وتشيل بتوتكتنج سموث تشينج، وده بيساعدني في اكتشاف التغيرات ايه الصغيره. الكمبيوتر ادد ديتكشن يمكن كان بي يوزد فور ديتكتنج ايه الابنورماليتي، ممكن نستخدمه الكمبيوتر المساعد الكمبيوتر هنا البرامج الموجوده ممكن تستخدم طالما الصوره ديجيتال ممكن اعالجها واقدر احدد ايه الاورام او اي شيء ابنورمال موجود ايه موجود عندي. هنروح بقى للجهاز الثالث، يبقى كده خلصنا جهازين تمام. هو المفروض عندي اربع اجهزه، الجهاز الاول اللي اتكلمنا فيه اللي هو الموبايل اكس راي، والتاني الموموجرام والديجيتال ايه موموجرام. هنبدا بالجهاز ده الثالث اللي هو الفلوروسكوبي، وده دايما بيستخدم عشان اصور فيديو. هو اكس راي بيستخدم عشان اصور ايه فيديو وانا بركب، اشوف تدفق الدم في الدعامه او في الاصابع اللي انا مركبها، اشوف حركه الاثناء الهضم او اثناء بلع الري الحركه بتاعه الجهاز الهضم عامل ازاي. كل ده حاجات بتطلب ان انا اصور حاجات بتتحرك، فده بيروح للفلوروسكوبي. بيقول في ايه اتيز سكريننج بروسيس، هو برضك فحص عمليه فحص، بيستخدم اكس راي امجينج بات ويز ا لايف فيد اوف امجري بيجيني تيكن اون ريل تايم، اكنه بيعمل لايف بس مباشر بس حي تمام للصور اللي بلقطها في الريل تايم في وقت حدوثها في وقت الحدوث بتاع ايه يعني بصور ايه فيديو. طب اتيز يوزد تو موف مود، طالما بيصور فيديو يبقى اكيد بيصور حاجات بتتحرك، بيستخدم عشان نشوف او الموفمنت انسايد هيومن بودي، نشوف بيستخدم لرؤيه الحركه داخل جسم ايه الانسان زي السولينج البلع او الحركه بتاع ايه القلب الموجود عندي. وغالبا بيكون الجهاز ده دايما بيستخدموه معاه كونتراست ايجنت مواد التباين او مواد الصبغه، اللي هو الكونتراست بيحصل العمليه ديت نتيجه الحركه بتاعت ايه الكونتراست داي اللي هي حركه المواد بتاع الصبغه الموجوده عندي سروزة برضو بادي ايه اثناء تسجيل الحركه بتاعت ايه الكسر. يبقى هنا يا جماعه شفنا الفلوروسكوبي الجهاز الثالث اللي عندي بيستخدم عشان يفحص تمام الحركه داخل جسم الانسان عن طريق اللي هو يدينا لايف بس مباشر في الريال تايم في وقت حدوث ايه الفعل. وشفنا اللي هو هنا زي حركه البلع وحركه القلب، ويكون غالبا ما يتم استخدام مواد التباين خلال الجسم المراقب ايه من الجسم الموجود عندي. بيقول هنا كونتينوس ستريم اوف اكس راي باسس، هنا بقى مش بلس صغيره نبضه صغيره من الاكس راي، ده انا اصور فيديو فانا عايز ايه كونتينوس مستمر بقى، عشان انت عايز تصور فيديو بالاكس راي بتاعك لازم يكون ايه
عباره عن ايه؟ موجات مستمره من اشعه الاكس راي بتعدي خلال الجسم اند سنت تو فيديو مونيتور من تركيبه. هتلاقي كده في كاميرا بتاعته فيها خاصيه اللي هي تسجل ايه الفيديو. سو ذا بادي بارت از موشن كان بي سي ان ديتيلز. وبالتالي يمكن رؤيه جسم رؤيه الحركه بتاعه جسم الانسان وحركته ايه بالتفصيل الكامل. بيقول هنا في الفلورسكوبي ايمج ابير ويز انفرتد جريسكيل، دايما بيظهر الصوره بتاعته او الفيديو بتاعه بيكون انفرتد، الجريسكيل بتاعه مقلوب، يعني المفروض يبدا من الابيض يبقى اسود والاسود يبقى ايه ابيض، يبقى هنا البلاك والوايت بتاعته ايه از ريفيزد بالمقارنه بالستاندرد راديوجرافي بالاشعه القياسيه ايه الثانيه. طيب it can be used in many imaging procedure for example، ممكن نستخدمه في عمليات تصوير اشعاعي كتير. من الامثله بتاعها اللي هي الباريوم اكس راي فلوروسكوبي. الباريوم اكس راي فلوروسكوبي ده بيستخدم عشان يسمح للاطباء برؤيه حركه ايه الامعاء الموجوده اثناء تحرك الباريوم ايه خلالها. خلاص يبقى اول حاجه اهو الباريوم اكس راي فلوروسكوبي ده بيسمح للمرضى اللي هم يشوفوا ايه حركه ايه الامعاء. في اللي هو الناس اللي بتعمل قسطره قلبيه بيستخدموا الفلوروسكوبي عشان يسمح لهم يشوفوا الفلو اوف بلاد، تدفق الدم عبر الشريان التاجي الموجود عندي في حاله انسداد ايه الشرايين، في حاله انسداد الشرايين. طيب برضو اللي هو الارثوجرافي ده خاص بيه اللي هو العظام والمفاصل، بيسمح يشوف حركه الطبيب بعرض المفاصل وحركه المفاصل بتبقى ايه عامله ازاي. ده التركيب بتاعه مينيتور فيديو كاميرا، ده الكاميرا اللي بتصور الكاميرا اللي بتصور المريض الفيديو. تمام وفي حاجه اسمها ايمج انتنسفاير هنعرفها بالتفصيل، ديت بتعمل تكبير وتضخيم للصوره. وده التيبل اللي بيقعد عليه المريض خلاص، والاكس راي بيجي تحت اهوت الجنريتور بتاعه واداه الاكس راي واداه الكلوريمتر وفي كمان فلتريشن. المريض بيقعد هنا الاكس راي بيجي هنا بيعدي على المريض وبيروح يتصور ايه الفيديو هنا ونشوف الامج الانتنسفاير دوت بتكبر وبتضخم ايه الصوره الموجوده عندي. طيب زي ما احنا شايفين اللي هو بالظبط نظام شبه للاكس راي وكمان زي البرتبل اكس راي والموموجرام، ولكن الفرق بينهم اللي هو بيسجل ايه بيسجل اشعه كونتينوس وبيسجل ايه فيديو. They are consist of the same part but are slight addition. ايه اللي كان اختلف؟ اللي هو الايمج انتنسفاير اللي هو مكثف الصوره، من اسم مكثف او مكبر ايه الصوره. طب ايه وخلي بالكم من المصطلح ده كويس. It is a device هو جهاز for converting a low level light fluoroscopy image عشان يحول الصوره اللي الاضاءه بتاعها اللي ناتجه من الفلوروسكوبي الاضاءه بتاعها منخفضه يحولها اللي هي seen by the eye نقدر نشوفها بعيننا في الظروف العاديه في ظروف الاضاءه الايه العاديه. عشان كده هو بيتكون من الكترونيك لايت جهاز ضوء الكتروني امبليفاير تشينج تو تلفزيون ايه تيوب، بيضخم الضوء بتاعي عن طريق مضخم الكتروني متصل بايه بتلفزيون تيوب بشاشه ايه او تيوب ايه تلفزيوني ايه موجود عندي. يبقى يا جماعه الامج انتسفاير بتاعتي هو عباره عن جهاز بيحول الحاجه القليله لحاجه كبيره، يعني بيحصل لها بيعمل لها ايه تضخيم. اللو ليفل لو لايت يعني اضاءه منخفضه تمام الى صوره يمكن رؤيتها بالعين ايه العاديه في بيئه مضاءه، وبيتكون زي ما اتفقنا اهوت من مضخم اضاءه الكتروني متصل بانبوب ايه تلفزيوني. It is made of input screen اهو بيجيب لك كله تركيبه الكامل اهوت، مصنوع من input screen شاشه ادخال فوتو كاثود وكاثود ضوئي وفوكسنج الكترود وانود اند اوتبوت سكرين، وكل ده موجود في مظروف او في مبيت موجود مفرغ من الهواء. تمام يبقى ده الجزئيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هو ده كله. لو فتحت الجهاز ده هو الامج انتسفاير الحته الكبيره ده هتلاقي كل المكونات دي موجوده فيها. ايه هي المكونات؟ اللي هو الانبوت سكرين والفوتو كاثود والفوكسنج الكترود والانود والاوتبوت سكرين، وكل ده موجود ايه في المبيت اللي احنا شايفينه ده، وبيكون ما فيش جواه ايه اي نوع من انواع الهواء. طيب الفوتو الكترون كونفرتد فروم اكس راي ازاي بيعمل بقى الموضوع ده؟ ازاي بيكبر او بيضخم؟ بيقود الفوتو الكترون كونفرتد فروم اكس راي ار اكسلريتد باي هاي فولتج اند فوكسد باي الكترونيك لينسز. تمام بيقول ان بيتم تسريع الالكترونات الضوئيه اللي بيتم تحويلها من الاشعه السينيه من خلال الجهد العادي وبتركز على عدسه تمام انود وبيتم عرضها كمان على شاشه ايه الاخراج. يبقى دلوقتي عشان كده كنا بنتكلم هنا لو جينا اتكلمنا كنا بنتكلم على
اللي هو هنا consists of electronic light، يعني شعاع من الالكترونات. شعاع ايه؟ عشان حد يقول لي شعاع الالكترونات ده جه منين، اقول لك الكترونيك لايت يعني شعاع من ايه؟ الالكترونات. فبقول يتم تسريع الالكترونات اللي هو شعاع الالكترونات ديت، يتم تحويلها من الاشعه خلال الجهد العادي، مطبق عليه جهد تمام عالي، وتركز بواسطه عدسه، اللي هي العدسه اللي احنا اتفقنا، اللي هي العدسه الفوكسنج، اللي هو الالكترونيك لينسز، العدسه اللي بتعمل فوكس، ويتم عرضها على الشاشه وبيتم عمليه ايه؟ الاخراج. طب الفيديو كاميرا اند مونيتور انكلود، بيكوز تمام، احنا بندخل الفيديو كاميرا تمام عشان احنا اتفقنا اللي هو لازم بيبست ايه لايف فيت اوف انسايد هيومن ايه بطن، يعني بيشرح وظيفه كل حاجه موجوده ايه في الجهاز الموجود فوق. طيب البروسيدور ستيب، البروسيدور ستيب بتاعته بيقول، طبعا احنا قلنا ده غالبا بيتاخد فيه او دايما بنسبه كبيره بيتاخد فيه صبغه الكونتراست سبستنس، الماده بتاعه الصبغه بيتم اعطائها اور داي مي بي جيفن، بنعطيها قد يمكن ان احنا نعطيها اعتمادا على نوع ايه البروسيدور اللي احنا ايه هنعمله. الكونتراست الماده دي ممكن نديها عن طريق البلع او عن طريق اي في وريد، انبوب موصل الى الوريد خلاص، او عن طريق اللي هو في اليد او في الذراع الموجود عندي، وبيتم استخدامها عشان ايه نصور افضل الاعضاء او الهياكل اللي احنا عايزين ايه ندرسها زي ما موجود عندنا. يبقى ده هنا بيشرح لي بس البروسيدور. اول حاجه بياخد ايه الكونتراست، ماده الكونتراست ممكن ياخدها عن طريق الاي في، عن طريق الانبوب موجود في الوريد تمام، او بيتم عن طريق البلع، او في ناخدها في اليد او في الذراع او في اي ايه مكان ممكن يتاخد منها ايه الصبغه دي. بيقول البيشنت بيقعد على الترابيزه زي ما احنا متفقين كده، في ترابيزه للبيشنت فوق اهي تمام، بيقعد على الترابيزه ديت، وبعد كده بعد ما بيقعد عليها بنبعت له بقى ديبندنج اون ذا تايب اوف بروسيدور ذا ميشن تي بي اسك تو موف، طبقا انا عايز ابحث ايه، ممكن المريض بتاعي اطلب منه ينتقل من موقع لموقع اخر او تحريك جزء معين من الجسم، وممكن كمان اقول له اللي هو اثناء الفتره دي اللي هو يحتاج احتجاز او يمنع نفسه لبعض الوقت القصير اثناء اجراء ايه الفلوروسكوبي. دي كلها اجراءات بيعملها الفني اثناء الفحص او قبل الفحص. طيب فور بروسيدور ذات ريكواير، بالنسبه للبروسيدور اللي احنا هنعملها عشان ندخل قسطره مثل قسطره القلب والحاجات ديت، بيتم الوضع الابره، بنحط نيدل مي بي انبوت، بنحط ابر موجوده في الفخذ او في الكوع موجوده عندي عشان تثبت ايه المكان اللي انا هفحص منه. كمان سبيشال اكس راي سكانر واليوزد تو بروديوس فلوروسكوب ايمج اوف بادي ستراكشر بيجيننج اكزايمنت او تريد، بيتم استخدام ماسح ضوئي خاص بالاشعه لانتاج ايه الصور الفلوروسكوبي للهيكل الجسم اللي انا عايز افحصه او انا عايز ايه اعالجه. طيب النوع بتاع البروسيدور، انا عايز افحص ايه في الجسم بالظبط، عايز بلع ولا اركب قسطره، بيحدد او الاجراء بيقول التايب اوف بروسيدور بيجيننج دان اند ذا بادي، الاجراء اللي انا هعمله والجزء اللي انا هفحصه ده هو او اللي انا هعالجه، بيحدد مده الاجراء سواء هعمل اجراءات طويله او اجراءات ايه قصيره. طيب بعد انتهاء الاجراء بشيل الاي في اللي هو انا كنت بحط منه الصبغه اللي هيتم توصيله ايه الى الانبوب الى الوريد الموجود عندي. يبقى كده هيفضل بقى فقط الديجيتال فلوروسكوبي اللي هو الرقمي بتاعه زي ما احنا اتفقين، اللي هو الفرق بينه اللي هو هيكون هنا ديجيتال. هنا بيقول هنا الكونفنشنال اند الديجيتال فلوروسكوبي ديفرنت اون ذا ايمجنج سيستم، بيختلفوا في الايمجنج سيستم، بحيث الاولاني ده بيستخدم اللي هو الانتنسيفاير فيديو كاميرا سيستم، والتاني بيستخدم ايه ديجيتال ايمجنج ايه تشين. ده بيستخدم هنا الاولاني عشان ده السؤال جه في امتحان السنه اللي فاتت، ده بيستخدم اللي هو الانتسفاير فيديو كاميرا العاديه، وده بيستخدم الديجيتال. الديجيتال دايما هو بيستخدم ديجيتال امجنج تشين موجوده، ولكن في الغالب كله كل ذا اذر بوزيشن هم كلهم شبه ايه بعض. ده الجزء الاول من محاضره النهارده، هناخد بريك كده ونرجع ايه نكمل ان شاء الله.